عايشي وتربي. اي والله. شام الذهبي متفائلة بزواج أصالة. الفترة الجاية حتكون عظيمة عظيمة عظيمة. شغلت أصالة السوشيال ميديا في أول ظهور في مناسبة اجتماعية ليها بعد إعلان جوازها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن خلال ليلة افتتاح مطعم ابنها خالد الذهبي في مصر، وكان معاها بنتها شام، وبمشاركة عدد من الفنانين زي تامر حسني وبسمة بوسيل اللي كمان الظهور ده ليهم كذب الأخبار اللي طلعت من كام يوم وتكلمت عن انفصالهم، بالإضافة لوجود مريهان حسين كمان. وكان من الطبيعي ان اي تي بالعربي يهني أصالة عن المناسبتين، افتتاح مطعم خالد وجوازها. مباركة. ايه مباركة. عيشي وتربي ماما، عيشي وتربي. اي والله انا مبسوطة انه اليوم ابني يعني عم يعمل مشروعه الخاص، مبسوطة انه يتعلم انه كيف يحقق ذاته مثل ما انا بحقق ذاتي بكل يوم، ومثل ما بنتقل من مرحلة لمرحلة بكل عقلانية رغم اني عاطفية، بس بحاول اني انتقلها بهدوء وبروية وبتفاؤل وبتفاؤل. أنا متفائلة، الفترة الجاية حتكون عظيمة 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 وأنتوا طيبين. وواضح إن شام متفائلة بجواز والدتها، خصوصا إن هي كمان بتستعد للجواز، عشان كده كان لازم نسألها هل يا ترى ممكن نشوف حفل زفاف كبير بيجمعهم هما الاتنين؟ ما نعرفش، نستنى ونشوف. وشام اللي قابلت والدتها لأول مرة بعد إعلان جوازها في الليلة دي كانت طايرة من الفرحة، وكان طبيعي نسألها عن شعورها بالجواز ده وعن رأيها بفائق حسن. لا هو جميل قوي 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 قوي، وطيب قوي وحنون قوي وحنين قوي، وعرف يعني عرف يكسب قلوبنا كلنا الحمد لله. أنا مبسوطة قوي لماما، وسعيدة إن هي لقت الإنسان اللي يديها كم الحب اللي هي بتديه، عشان ماما حد محبة قوي وكلها مشاعر وكلها إحساس، وفايق حد يشبه لماما كتير بمشاعره وإحساسه وطيبته وطيبة قلبه، ويعني وسع قلبه إنه هو يدي الحب اللي أمي بتديه عشان أمي محبة قوي قوي قوي. ورافق ترند جواز أصالة على السوشيال ميديا تعليقات كتيرة على موضوع إن ده جوازها الرابع، وبعضهم اللي انتقد الفترات الزمنية القصيرة من كل جواز والتاني، بس الجدل ده ما شكلش أي مشكلة لشام. مامي مدرسة قديمة، فيعني مامي بتحب تتجوز يعني، فأنا بحترم بيها ده قوي، وماما كمان إحساسها صادق، فممكن عشان كده يبقى مندفعة، بس علشان هي بتبقى حاسة ومتأكدة وعندها يقين، فعشان كده ممكن الفترة ما تبقاش كبيرة قوي، بس هي لقت نفسها معاه، ويا رب يا رب يا رب ربنا يسعدهم يا رب مع بعض، ويفضلوا العمر كله يا رب بيحبوا بعض نفس الحب اللي هم فيه دلوقتي.